ولمتابعة مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غازي عنتاب مراسلنا أحمد غنام، ومن إدلب مراسلنا خالد الإدلبي. صباح الخير وأهلا بكما معنا. أبدأ معك أحمد، إذا كما ورد في التقرير نزوح الآلاف، وهناك محاولات لوضع آلية لاستقبال النازحين. أخبرنا أكثر أحمد عن هذه الآلية وكيف يتم إيواء النازحين. نعم، صباح الخير فرح. بالفعل بدأت السلطات التركية بالعمل على موضوع إنشاء مراكز إيواء جماعية للنازحين والعائلات المشردة. الآن يتم في الولايات العشر المنكوبة يتم إنشاء بعض المراكز للتجمع. من تلك المراكز يتم إرسال العائلات المنكوبة والمشردة التي ليس لديها مكان إيواء أو ليس لديها أقارب تلجأ إليهم، إلى إرسالهم إلى المراكز الجماعية، حيث هناك تكون الخيم المؤقتة. في ذات السياق يكون هناك عمل من قبل وزارة الإنشاء والتعمير في تركيا من أجل إنشاء تلك المراكز الإيواء الجماعية التي ستستقبل أولئك المشردين أو العائلات المنكوبة، ستستقبلهم لمدة أطول، ويتم بذلك إنشاء البيوت المسبقة الصنع. ومن ثم سيتم من خلال تلك المراكز أو مراكز التجمع المؤقتة سيتم نقل تلك العائلات إلى المخيمات التي ستكون مجهزة بكافة الخدمات الأساسية من البيوت المسبقة الصنع. فبالتالي على ذات أيضا في ذات الاتجاه يوجد هناك عمل دؤوب من قبل ربما مؤسسات المجتمع المدني من أجل تقديم المساعدات الإغاثية لتلك العائلات في مراكز التجمع المؤقتة من ألبسة وطعام، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للعائلات التي فقدت أفرادها أو فقدت الكثير من أفرادها. بالإضافة أيضا يوجد عمل على موضوع الدعم النفسي للأطفال والسيدات على وجه التحديد. أيضا هناك في بعض المراكز في بعض الولايات بدأت السلطات بنقل الأنقاض، وبقي في مدينتي كهرمان مرعش وأنطاكيا يتم هناك ربما انتشال الجثث. ريثما تتم الانتهاء بشكل كامل من عمليات انتشال الجثث سيتم بعدها نقل الأنقاض لتتم بعدها ربما وضع خطط عمرانية جديدة لتلك المدن المنكوبة، حسب ما صرح به وزير الإنشاء والتعمير التركي بأن هناك سيكون هناك خطط عمرانية جديدة لهذه المدن. ومن المتوقع أيضا حسب قوله قد تتغير تلك الخطط القديمة وقد تنخفض ارتفاع تلك الأبنية، وأيضا قد يتم نقل بعض الأحياء إلى أماكن أخرى إذا كانت الطبقات الجيولوجية غير جاهزة أو غير ملائمة للبناء من جديد. وأيضا في ذات السياق فرح، نعم، أعلن وزير العدل التركي بأنه يتم التحقيق مع أكثر من 254 شخصا متهمين بارتكاب مخالفات في البناء، وسيتم اعتقال كل من يكون يثبت تورطه في تلك المخالفات. ابقى معي أحمد واسمح لي أن أنتقل إلى مراسلنا خالد الإدلبي من إدلب. خالد صباح الخير. إذن فتح المزيد من المعابر وبدأ دخول المساعدات الأممية، كيف يمكن أن تقيم من خلال وجودك على الأرض حجم هذه المساعدات بالمقارنة مع الكارثة؟ نعم فرح، صباح النور لك وجميع المشاهدين. الوضع الحالي في المنطقة بدأ يتوجه باتجاه مرحلة التعافي والإيواء بحسب الدفاع المدني. عملية الإنقاذ انتهت منذ عدة أيام، المستمر الآن هي عملية البحث عن بعض المفقودين تحت الأنقاض وخصوصا في مدينة جنديرس. بالعودة إلى موضوع المساعدات، فإن المساعدات لا تزال تتدفق باتجاه منطقة الشمال السوري. بلغ عدد الشاحنات حتى الآن 161 شاحنة أممية وصلت إلى شمال سوريا من معبر باب الهوى الحدودي. أيضا هنالك دفعة واحدة دخلت من معبر باب السلامة، وحتى الآن لم يدخل المعبر الراعي أي مساعدات أممية. يوم البارحة كان هو تطور جديد، 33 شاحنة أممية دخلت إلى إدلب، وهي أكبر كمية حتى الآن تدخل من الشاحنات في دفعة واحدة إلى الشمال السوري. كانت تحوي مستلزمات متنوعة منها إغاثية، وأيضا هنالك مولدات كهربائية ومستلزمات أيضا للأطفال ومستلزمات للخيام. بحسب الفرق الإغاثية في المنطقة فإن هذه المساعدات حتى الآن لا تزال لا ترقى لحجم الكارثة المتواجدة في هذه المنطقة. هنالك احتياج أكبر بكثير من هذه المساعدات، أكثر من 40,000 عائلة تشردت في مراكز الإيواء وفي مخيمات قريبة وإلى أيضا مدن أخرى. هذه العوائل أضيفت
إلى عوائل، إلى أكثر من 90% من العوائل السابقة التي كانت في المخيمات تحتاج للإغاثة. جهود الإغاثة بحسب المنظمات يجب أن ترتفع بشكل كبير جدا. هذه الكميات هي جيدة كما قالوا في كمرحلة أولى أو لعدة أيام فقط، لكن المرحلة القادمة تحتاج تدخل دولي كبير، تحتاج أيضا تأمين بديل لهذه العوائل. حتى الآن كثير من العوائل تبيت في مخيمات إيواء جماعية، هي صيانات كبيرة، لا يوجد في هذه المخيمات أي خصوصية للعوائل بسبب اشتراك أكثر من 200 أو 300 شخص للمعيشة في خيمة واحدة. أيضا هنالك مخاوف كبيرة من تفشي الأمراض داخل هذه المخيمات أو مراكز الإيواء. أكثر من 150 مركز إيواء في منطقة ريف إدلب ومنطقة شمال حلب، كل هذه المخيمات أنشئت على عجالة، لم يتم تجهيز بنى تحتية في هذه المخيمات، ولم يتم تجهيز مراكز عزل أو عيادات جوالة متنقلة إلى هذه المخيمات. تقوم بعض الفرق الطبية في المنطقة بالخروج في جولات طبية، نعم لكن يقول الأطباء في هذه المنطقة أن هذا الشيء غير كافي ولا يمنع انتشار الإصابات والأمراض في هذه المنطقة. أيضا المستشفيات لا تزال تعاني من نقص كبير في المواد الإسعافية، وهنالك مناشدات لتأمين هذه المواد لإنقاذ حياة من نجا من مصابي الزلزال. خالد الإدلبي كنت معنا من إدلب، وأحمد غنام من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لكما على هذه المشاركة.